عسلامة، مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي نعمل فيه هال. باش نوري فيه كيلك شوز شريتهم اخر فترة. من الاول حبيت نشري جوست كيلك بول. يا اخي I end up buying much more than that. باش نبدا بالدباشة اللي شريتهم من الكيو اللي هما هنا. نبداو بالمليون هذا. هذا ان توب، عجبني لونه على الاخر وعجبتني الفازة هذية فيه، ميكسد كلاسي معناها، وتنجم تلبسو على سرويل ولا جوب وتدخلو في وسطو. بيان سور شريت في اللون هذاك وشريت في اللون الاكحل على خاطر الاكحل يجي مع كل شيء. فوالا وكيف ما الاخر هكا. جدا شريت المريون هذايا الكيو، عجبتني الفازة هذيا فيه في اليدين. هو كيف ما هذا معناتها اليدين نتاعو هابطين، القماش نتاعو يصير سوفت ويديه طويل و اون بلوس طويل. انا عندي لي زيرون ما نحبش نلبس مريول كثير، جيم بوكو اللي نلبس حاجه نجم نهبط تظهر حلوه. روبا لي سير تحفونه هذي، لي مانش نتاعها طويل كيما تشوفوا لهنا، والكاليتي ياسر سوفت ويعجبني اللي النك نتاعها هكا سكر وبعد كامل لوطه تتحل شويه. وفي الشتاء هذه نلبسها مع كولون شويه ترانسبارون. لا هذا شريته من كينيت كول و فوالا. بيان سور شريت زادا مريول هكا لي سخونين، مريول هذا افيك مانش طويل وعجبتني الفازة اللي غاديكا شفتها هذيكا، شريته في الاكحل بيان وشريته في الكري هذا، اكثر سبور يظهر الكري هذا، زادا طويل و لي مانش طويل. هذا الهوليستر من لوطا هكا فيه، ومن الفوق هكا لي سخون، وهاو لي مانش طويل. وعجبني الكولور نتاع الشتا هكا وزي على الاخر، واللي هو طويل ونلبسو فوق الجيم بيان سور. المريول هذا من كولفين كلاين، كيما تعرفوني نموت على اللون هذا، وتنجم تلبسو محلول ولا مسكر، ما عجبني انا مسكر وعجبوني هذوما كيفاش كيف ما الدام لهنا تلبس مع برشا حاجات. اخر مريول هو طويل اكحل وابيض، ياسر كلاس وياسر يخرج على كل شيء، وزاده كيفاش من لوطة هنا كيف الشميز قماشو قماش نتاعو ياسر تحفون هكا اللي سخن مي اون ميم طون لايت. السروال هذايا مارك نتاعو مايكل كورس، عجبوني الفازات هذوما فيه، وقال هو يطلع الفوق واللون الاكحل نتاعو كيما الليجينز كي لبستو طلع لي هكا. تنجم تلبس فوقو توب محزوقو فوقو حاجة هكا طويلة هذا من لوطا تلبسو يتسكر، ومن الفوق عندو الفازة هذي ياسر محلاها وتتسكر هكا، ومن التالي انتي بو ترونسباغون مش برشا. ومن القياس خديت الروبة هذي كي تلبسها تظهر احلى برشا من اللي مش ملبوسة، وعجبتني الفاصون هذي فيها من التالي كيفاش معمولة هكا وتهبط محزوق. انا ميخرجش عليا الروب طويل والجيب طويل، على هيك انا ديما نشري كالقصار. شريت زادا لابسه نتاع سبار ال بانس 3/4، القماش نتاعو ستريتش واغليظ شويه معناها حتى كي تبرد الدنيا تنجم تلبسو، والفازه هذه ياسر تحفونه. فوالا مريول هذا زادا كالفين كلاين بيرفورمانس، بالداخل هكا قماش ياسر كوزي وعندو يديه طويل وعندو الفازه هذه بحذا اليد كلي تنجم هكا دخل صبعك ولا كيف. سنيكرز هذو من نايك مرتاحين على الاخر، قماشو هكا اللي ماهوش غليظ برشا فليكسيبل، نوعو نايك ترينينغ فليكس تي ار 6. تراو اللي سبادري شويه كبير، مي على خاطر انا ديما نشري تاي اكبر من تاي في السبادريات، بتتخ ساقي تكبر على خاطر من زيت انا نكبر. نعم مي على خاطر كيف نجري ولا فازة ساقي تقدم شويه لقدام، ما نحبش تضرب في الواحد هذايا باش ما توجعنيش، ديما نشري انت اكبر من التايب تاعي. شريت زوز بوتيونات، اول واحد هو هذا اللي من كاس، ياسر عجبتني الفازة هذيا واللي هو بوينتي من القدام وطويل هكا، واللون نتاعو ياسر شتاء. فوالا ديجا هذا لبستو مرة اما باش نوريهولكم. هذا متاع كل يوم هيك اللي مرتاح على الاخر ويخرج على كل شيء، و بون عجبني شريته. وبيان سور شريت ساكوج باش نلبسها زيدا بي سي بي جي، عندي وحده كحله شريتها يطول العام اللي فات، وري هكا تظهر من داخل وجم تلبسها فاصون هكا مثلا. اخر
اخر حاجه باش نوريها لكم هي انتي بارفان شريتها من فينس كاموتو او دو بارفان هي وصغرونا اما حاجه نوريها لكم محلاه انا استعمل انا شانيل مادموازيل اكثرية مي هذيا ما كيف نلقى حاجه نجربها كنت عجبني الشريه الكبيره ولا دونك الحاجات اللي حبيت نوريهم لكم هل عجبوكم ممكن عندكم دي كيسيون لفازا قولوا لي